في فرق ما بين الاهتمام والسيطرة، ان انا احتكر زوجتي عشان انا بحبها وخايف عليها وحريص عليها ونفسي تبقى موجودة معايا على طول وان انا امين عليها ومسؤول عنها، بس مش بمنحها انها تشوف اهلها، مش بحرمها انها تقابل صحباتها، مش بمنحها انها تستقبل تليفونات في بيتي، مش بقفل لها حساباتها على السوشيال ميديا، مش بمنع ان حد يتواصل معاها، مش بحرمها من ان حد ممكن يشوفها وهي تشوفه، مش بمنع ان اهلها ممكن يزوروها وهي تزورهم، مش بمنع ان هي ممكن في وقت من الاوقات لا تروح ولا تنزل ولا تطلع الا باذن وتعليمات ورقه دمها. دي الحلقه دي اللي بتقولها دي يا دكتور، لازم اسيب لها مساحه تتنفس. هنا انا بحتكر الشخص وكاني احتكرت سلعه مش موجوده الا عندي، وكاني حطيت في بالي ان النموذج ده اللي هو اتنين ايد واتنين عين واتنين رجل واتنين كليه اللي ربنا اداله روح، انا حطيته ان ده حاجه من ممتلكاتي او شيء انا بحتكره. وطالما انا احتكرت هذا الشيء انا احتقرت انسانيتي واختزلتها في ان هو بتاعي.